الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سير علامة النبلاء، الحاكم الأمر بالمولد ده كانوا بيقولوا له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ده العبيد الكافر، وقتل كثير من المسلمين، ثم قال أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. كلام ده قالوا منه؟ ده قالوا العبيدي الذي ابتدع المولد، فهمت؟ لأن الناس مساكين ساكن، كان يزعم أنه الله. ولذلك العلماء أفتوا في زمان هؤلاء العبيديين أنه لا يجوز لعالم أو لمسلم أن يجيبهم إلى باطلهم وكفرهم، وإن أدى ذلك إلى قتله. ربنا قال في سورة النحل، سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لو الكفار دارين يقتلوك قال لك سب الدين أو كذا، الشريعة قالت يجوز لك أن تتخلص منهم بذلك بشرط واحد، إنه قلبك يكون شنو؟ مطمئن بالإيمان، ولكن تجيبهم إلى كلمة تفدي بها نفسك. الإمام الذهبي قال العلماء قالوا إذا العبيدين دي المسكوك عشان يقتلوك ما تجيب، خليك تلوك. ولذلك واحد من العلماء أحمد ابن نصر لعله جابوا وقد أفتى بكفر هؤلاء العبيديين، جابوا الحاكم قال له أنت قلت إنه إذا الزول عنده 10 أسهم يرمي الروم بسهم واحد ويرمينا نحن ب9 أسهم؟ قال لا ما هكذا قلت، وإنما قلت من كانت له 10 أسهم فليرميكم ب9 وليرميكم بال10 برضو يدوكم له. ديل الناس اللي جابوا المولد، ديل الناس اللي جابوا المولد، كويس. ولذلك أخواننا هذه البدعة لا يفرح بها إلا أعداء الإسلام. ولذلك نابليون لما دخل مصر كان يدعم الصوفية هناك، ناس أحمد البدوي والشعراني وستي نفيسة وشعوانة وغيره من الصوفية كان بيدعمهم نابليون حتى يقيموا هذه الموالد. ليه أخواننا؟ لأن البدعة تعقيب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك بتقول للرسول اتهام له، يا رسول الله انت ما بلغت الدين كامل، لسه في حاجات دي قاعدة في جيبنا، كل مرة نحن بنمرك حاجة، فهمت؟ وهذا باب من الزندقة وباب من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا الناظر إلى هذه الموالد يجد فيها من الباطل ومن الضلال ومن نشر الشرك بالله سبحانه وتعالى، كويس؟ الليلة تشوف الطرق القاعدة جوا المولد، أول ما تجي خليك من التشتت والتشرزم والاختلاط وغيره من البلاوي والمشكلات التي لا يصدقها إنسان عنده ذرة من إيمان. أول مما تجي خاشي لك طريقة تلقى برا كاتبين مدد يا الدسوقي، مدد يا البرعي، مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا محمد عثمان المرغني، مدد يا فلان، كويس. من البداية كفر بالله، من اليافطة، الطريقة دي باطلة من اليافطة. ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني شنو ممدكم بألف من الملائكة مردفين. المدد منه؟ المدد عند الله سبحانه وتعالى. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كده أنت خشيت قطعت اليافطة وعرفت ده غلط، كفر وشرك رقم واحد. المخالفة رقم اثنين، تجي تلقاهم فارشين لهم دلقان وتلقاهم قاعدين كورجة حول الدلقان ويقروا المولد في زعمهم. لما تجي لحظة معينة كلهم بيقوم يقول لك مرحبا يا مرحبا مرحبا بالمصطفى، مالكم يا صوفية؟ يقول لك الآن مباشر لايف الرسول صلى الله عليه وسلم داخل خيمتنا، لايف مباشر طوال، فهمت؟ وهذه عقيدة باطلة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى
كما قال الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وعمر رضي الله عنه كان يقول في وادي الأمر، كان يقول من زعم أو من سمعته يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي. فصعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أمسك الطرق دي طريقة طريقة. أنت يا بتاعنا الزلاب يا شنو؟ قل لك نحن تابعين للبرعي. كويس؟ في شنو البرعي ده ماله؟ البرعي ده ماله؟ البرعي ده ناشر قصائد. القصائد دي فيها شرك. والقصائد الكتب البرعي جمعت في كتب وتباع في الدار السودانية للكتب، وتباع في مكتبة دار العلوم في شرق الجامع الكبير بتاع عمدرمان وغيرها من المكتبات والمفروشة، فهمت؟ ده غير القصائد الموجودة في الإذاعة والتلفزيون. فيها شنو؟ فيها إن الشيخ يقول للشيء كن فيكون، كما في كتاب أعلام الطريق لعبد الرحيم وقي الله البرعي، قال حسن سيدي أبكم حسن فوق الكون متحكم، فهمت؟ قال حسن سيدو أبكم حسن فوق الكون متحكم يملك الكون. وربنا سبحانه وتعالى قال الكفار ما قالوا إنه غير الله ماسك الكون. يا البرعي الكفار ما قالوا كده، ما تزعل نفسه، ده كلامه نشره كتاب اسمه أعلام الطريق. ربنا قال في سورة المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال فسيقولون لله قل فأنى تسحرون. الكفار أبو جهل وأبو لهب لو قلت لهم من بيده ملكوت كل شيء المالك الكون منه، ربنا قال الكفار ده في سورة المؤمنون الكفار حيقول لك دي كلها عند الله. البرعي قال ما عند الله براه، برضو عند سيدنا الشيخ حسن وتحسنونا. ده بجوز تمشيه، ده احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بجوز أو إذا كان واجب ذاته، فهمت؟ أمشي قدام يقول لك يحضر مريده في مدح شيخه أحمد الطيب البشير السماني البرعي، كتاب اسمه ليك سلام مني، طبعت دار الأصباط للطباعة والنشر. التلفون بتاع الدار ده من كثرة ما قريناه ولما حفظناه 09-123-2-152 تقريبا كده، فهمت؟ رقم مميز، خط، فهمت؟ خط لجهنم. قال يحضر مريده في النزع، أحمد الطيب يحضر مريده في النزع والقبر، يحضره لما يجي ينزع روحه، وفي القبر عند سؤال الملكين للحجة يلقن بأحسن التعبير وله يؤانس، بتونس معك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك بيونسك عملك الصالح، عملك الصالح ده اللي انت بتستانس به في القبر مش ابوك الشيخ، فهمت؟ قال وله يؤانس في الوحدة والشبير في جنان الخلد شاهد مولاه الكبير. والكلام ده مناقض تماما للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يا البرعي تجي تقول لي يحضر مريده، ده كفر بالله وتكذيب لكتاب الله القرآن العظيم الصادق المصدوق، فهمت؟ ده غير من الطرق. أمشي بجاي أمرق من الخيمة دي خش البعدية الختمية. عندكم شنو انتو؟ يقول لك نحن عندنا شيخنا العيدروس، وسمي العيدروس لأنه قطع رأس بعض مريديه ثم أعاده فسمي بالعيدروس. وكان من كلامه رضي الله عنه، ده كلام كده، وكان من كلامه رضي الله عنه أنا عرشها الكرسي أنا للسما بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. دي الخيمة البعدية، في خيمة توديك الجنة. أمشي الخيمة البعدية، خيمة تلقاهم كلهم صفر وظهري، تقول قاعدين بيشجعوا في البرازيل،
انتوا طالعين لوين؟ عامل له طاقيه كده زي حبه الكافليجين برتغاليه، ده البرهانيه. انتوا بتقولوا شنو؟ يقول لك نحن الشيخ بتاعنا برضو بجيك في قبض الروح وبتونس معاك في القبر، وملك الموت لو جراه منك شديد الشيخ ممكن يخفف لك، فهمت؟ وعادي ممكن عندنا ورد اسمه الحزب السيفي، لو قريته على زول الدار يموت، ملك الموت بيرجع، فهمت؟ وغيره من الكفريات. هذه هي الطرق الصوفية في السودان، وهذه محنة العقيدة في السودان، وهذه محنة التوحيد في السودان، الذي يحتاج إلى بيان عظيم وإلى تبيين وإلى فتح لهذه العقائد الباطلة. الصوفية دي ما عندها علاقة مع الإسلام. نشأت الصوفية بعد مضي القرون المفضلة، ونشأت على بدعة لبس الصوف، ثم تطورت وتطورت إلى أن قال الشيوخ، لغاية ما الشيوخ الواحد فوقهم بقى يقول الله، زي ما بقول ابن عربي، وزي ما بقول الحلاج، وزي ما بقول ابن سبعين، وزي ما بقول ابن الفارض وغيرهم، فهمت؟ بل حتى الصوفية بتعننا الليلة، زي ما قال عبد المحمود نور الدين، قال وقد اتفقوا على أسماء، يعني الشيوخ تعين الصوفية أطلقوها على الذات الإلهية كدعت. الأسماء دي قالوا دي أسماء الله، كدعت ولبنى وليلى وسلمى، عشان كده بتلقى السمانية ومعاهم أبو قرون يقول لك يا ليلى ليلى الجكن، ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل الجكن، دربهم زلقاب ومطين. تقال بيتكلم عن منو يعني؟ هي العلوي ده قال بيتكلم عن الله، لأنه قالوا دي أسماء أطلقوها على الذات الإلهية. وكلامنا ده إنت لو ما مصدقوا أمشي الدار السودانية للكتب، الطابق الثالث في كتاب لابن عربي الكافر الذي ألف فيه الإمام برهان الدين البخاري تلميذ ابن حجر تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ونقل فيه كلام 40 عالم من علماء الإسلام على خروج هذا الرجل من الدين ومن الإسلام، وكثير من عقائد الصوفية على هذا المنوال. وما محمود محمد طه إلا صوفي مجاهر بصوفيته، فهمت؟ ده ظل مجاهر بصوفيته بس، ده ما جمهوري ولا مفكر ولا ظل جاب له حاجة جديدة، وإنما ده ظل صوفي قال يا ناس هوي ده أنا الدين بتاعي. ولو في المحكمة دي، لو في المحكمة العملية دي قال أنا صوفي ما كان قتله، لكن قال ده أنا جبتها قاموا نجمه. لكن نفس العقائد دي العقائد تعد برعي تعد صايم ديمة تعد غيرهم. ولذلك يا أخواننا ما بيجوز للإنسان ولو كان المولد واجب، لو كان واجب ما بيجوز لك إنك تدخل هذه الخيام ولا تقعد في المولد. من أسوأ الأمور إنه الدال قالوا خاشين المولد، قالوا الصوفية يخشوا خيامنا يتكلموا ونحن نمشي خيامهم نتكلم. الصوفية قال لك ما تجي. واحد اسمه مين زعموت الخنجر، خنجر بتعمين نحن لو جينا بناكلك انت وخنجر، فهمت؟ قال ديل ما عارف كيف يخلوهم وما كيف بتاع شنو، تعالين عشان كيفك انت ما لاقي البلد خلا، بلدا ما فيها تمساح يقدر فيها الصوفي، فهمت؟ لاقي البلد خلا، ما بزول بيكلمك ولا بزول بيناظرك ولا بزول بيجادلك، القاعدين معاك كلهم زي ده الدجال الاصع القصير، فهمت؟ ده ما عنده حاجة، قاعدين هنا يميعوا في الإسلام ويميعوا في العقيدة ويميعوا في دعوة التوحيد، يوم يكرموا في صوفي، يوم يمشوا يشتغلوا في خيمة بتاع الصوفية، يوم يقولوا نحن بيننا وبين الصوفية قواسم مشتركة، نحن والصوفية وهؤلاء بدأ بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، فهمت؟ نحن والله زول يتكلم في حق الله ما بنخليك، لو اديتنا قروش لو ما اديتنا قروش، لو نبستنا لو ما نبستنا، لو حنستنا لو ما حنستنا، ما بنخليك. ليه؟ لانه ددي ربنا سبحانه وتعالى ليس متروكا لاهواء الناس ولا لاذواقهم ولا لجماعاتهم ولا لاحزابهم ولا لكبرائهم ولا لساداتهم، انما الحد هو كتاب الله سنه النبي عليه الصلاه والسلام. افتح الفرصه لاخونا الشيخ ابو بكر اداب يتقدم مجزيا مشكورا.